بسم الله والابن والروح القدس امين، له المجد والعظم الابد امين. هل يغفر لي خطايا الزنا مع صديق زوجة؟ ماذا افعل؟ انا غلطت في علاقة مع حد. شوف يا اولاد، هي من اكتر الخطايا اللي تغضب قلب الله القتل والزنا. طبعا في خطايا صعبة، يعني انكار الايمان خطايا صعبة كبيرة جدا، انما خطايا الزنا والقتل بتغضب قلب الله جدا. وبعدين بكل اسف انا قلتها، ناس كتيرة بتبيع المسيح بلا تمن بلا تمن. تبقى عنده زوجته ويبص لغيرها، او عندها جوزها وتبص لغيره. وبكل اسف يعني عندنا في الريف يسموها تفاصة، وفي نفس الوقت بلا تمن، بيبيع ابديته بلا تمن ويبيع المسيح بلا تمن. فانما ربنا بيقبل التوبة، الله بيقبل التوبة. وقال اذا اخطأ الانسان وتاب هنسله كل خطاياه، في بره الذي فعله مؤخرا يؤخذ كل شره لا يحسب له. واما اذا كان بارا واسم اعتمد على بره وفعل الشر، في شره الذي فعله مؤخرا يؤخذ كل بره لا يحسب له. يعني ايه؟ لما الانسان يغلط ويقدم التوبه، يقول يا رب مش هغضبك تاني، ويقدم التوبه بندامه، ربنا هيقبله. بس نراعي اللي ربنا غفر له 50 غير ربنا غفر له 500. اللي غفر له 500 كان بيحب ربنا اكتر وبيبكي على قدمي المسيح اكتر. اللي ربنا غفر له 500 كان بيبكي على قدمي المسيح. لما تحس ان ربنا غفر لك خطيه كبيره زي الزنا، يبقى المفروض بتبكي على قدمي المسيح، لان غفر لك 500 زي المراه الخاطئه. فهنا دموع التوبه والندم بتغسل من الخطيه. انما لو الانسان رجع للغلط مره تانية بعد ما تاب، بيجي عليه القديم والجديد. لو رجع للغلط بعد ما تاب، بيجي عليه القديم والجديد. عشان كده اقول لك اذا كان بارا واسم في شره الذي فعله مؤخرا يؤخذ كل بره لا يحسب له. كانه لا تاب ولا عمل حاجه خالص، هيجي عليه القديم والجديد. عشان خاطر كده انا بقول دايما، قدمت التوبه وعشت مع المسيح، ما ترجعش لورا، ما ترجعش لورا. لان الخطيه خطيئه جدا، ممكن تاخدك من غلط لغلط لغلط، ممكن تيأسك مشكله. وفي الحاله دي بيبقى في ضربات في الارض وفي السماء، في ضربات في الارض وفي السماء. انما الكتاب بيعلمنا اذا اخطا الانسان وتاب حنسله كل خطاياه. بس ما ترجعش الغلط تاني، ما تستاهلش بطول انات الله ولطفه. انما هي طبعا خطيه صعبه، اللي يبيع الانسان اللي يبيع المسيح بلا تمن، وبعدين ما قبلها زي بعدها بتنتهي. يعني انا ما اعرفش، يعني ما اعرفش انا بصراحه، ربنا خطيه الزنا دي زي تفه بالتفاهه وبتنتهي، خلصت. ما اعرفش، انا مش قادر افهم. يعني يا ريت بلاش ديت، لان انا بتيجي مشاكل كتيره بسبب هذا الموضوع، كتيره، وبيوت بتتخرب. ولما احد طرفين بيعرف، لو الزوج او الزوج عرف ان حصل كده، بيجي يطلب الطلاق، وبتبقى مشكله، وبقى حقه كمان مشكله. حد بيقول لماذا الصيام 9 ساعات وبرضه المعاشره الزوجيه قبل التناول ب9 ساعات؟ الصيام 9 ساعات لان احنا بنشترك مع الرب يسوع المجد في حمل الصليب قبل الفداء والخلاص اللي تم بالصليب. قبل ما يسلم الروح كان فيه 9 ساعات المسيح بيتألم فيهم، فإحنا بنشترك معاه في الألام عشان نفرح بأفراح الفداء. الرب يسوع له المجد كان في الأول على الصليب من الساعة 3 لغاية الساعة 9، سلم الروح و11 كان نزلوه من على الصليب، اللي هي الساعة 10. يبقى من الساعة 3 للساعة 11 8 ساعات كان المسيح المجد على الصليب. وقبلها ساعة كان شايل الصليب من الأورشليم الجلجسة والجلد اللي انجلده، ده أقل ساعة كمان، يبقى 9 ساعات. فبنشترك مع الرب يسوع المجد في حمل الصليب 9 ساعات عشان نفرح بالفداء اللي تم على الصليب. يبقى بنصوم 9 ساعات.
إنما لو الإنسان بيتناول مرة كل أسبوع يفضل إن اليوم اللي صبح يتناول فيه يحتفظ بجسده طاهر فيه، واليوم اللي يتناول فيه يحتفظ بجسد طاهر فيه. عندك 5 أيام في الأسبوع، لو هتناول مرة كل أسبوع عندك 5 أيام عيش حياتك الأسرية، إنما اليوم اللي صبح تتناول فيه بتحافظ حافظ على نفسك فيه، وبعد ما تتناول مش واخد جسد المسيح ودمه لازم تحافظ على نفسك بعد التناول كمان. يبقى يوم ما هنتناول قبلها، اليوم اللي قبلها نحافظ على نفسنا فيه، واليوم بعدها نحافظ على نفسنا فيه. حد بيقول سيدنا خطاياي كتيرة وشايل حمل أكتر محتاجة منفعة. ما احنا قلنا دلوقتي الله بيغفر، بس ما ينفعش ان انا استهين بطول الله وطول بلطف الله وطول اناته. انا قلت الله بيغفر فرصة للتوبة لانه لا شيء هلاك الانسان، انما ما ينفعش ان انا اسيب نفسي بلا ضابط. وبعدين اي انسان تقعد تحاسب نفسك الحاجة اللي انت عملتها غلط ما تكررهاش، قدم التوبة وما ترجعش لورا، قدم التوبة وما ترجعش لورا. عاوزين يكون في حزم مع النفس. الكتاب بيعلمنا الخير الذي أريده بخصب نفسي عليه، والشر الذي لست أريده الإرادة حاضرة في كل حين. ما ينفعش، لازم الإنسان يضغط على نفسه عشان ربنا يكافئه في السماء. أنت ربنا بيكافئك عشان تعبك، إنما هتكلل من غير ما تجاهد تضحك على نفسك. لازم تجاهد عشان تلبس إكليلك. بنعمة ربنا النهاردة هنتأمل مع بعض في آية في كورنثوس، الرسالة الثانية، رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الثانية إصحاح 4 آية 3 بيقول إيه؟ ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فأنه مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهانهم غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل المسيح. بيتكلم إن كان إنجيلنا مكتوما فمكتوم في الهالكين، وإن إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين عشان ما يشوفوش نور مجد المسيح. في الحقيقة دي خطة الشيطان من البداية، أن يخلي الناس تمشي وراه وتحيد عن طريق ربنا عشان ياخدهم معاه في جهنم. عاوز يعمل لنفسه مملكة شر على الأرض، ويخلي الناس تشوف معجزات الله وقوة الله وما تأمنش. هو اللي يعمى عينها، هو اللي يعمى عينها. ونلاحظ ده من البداية خالص، من الأول لما جه ربنا قبل ذبيحة هابيل وقبل ذبيحة قايين، ربنا قال له إن أحسنت أفلا رفح، يعني لو بقيت حلو أنا هقبل منك الذبيحة. وقال له إن لم تحسن عند الباب خطية ربد لك وأنت تسود عليك عليها ولك اشتياقها، يعني لك سلطان تتحكم في نفسك تنتصر على الخطية، بس أنت متشوق إنك تموت أخوك عشان إنسان وحش، وعشان كده ما قبلتش الذبيحة. وكان عدم قبولة الذبيحة كان علامة من الله علشان خاطر يصلح طريقه. ولكن للأسف برضو الشيطان أعمى عينه، وبدل ما يصلح طريقه راح قتل أخوه. ونلاحظ أكتر نشوفها لما كان مع فرعون الرب جاب، يعني على يد موسى النبي جاب ضربات 10 على أرض مصر، ضربات 10 لدرجة أن السحر يقول ده إصبع الله محدش هيقدر يقاومه، ده السحر بيقول الفرعون. وتيجي الضربات وهو يغلص قلبه لدرجة أن آخر ضربة
جت ضربة الأبقار، مات ابنه البكر في كل أرض مصر، كان فيه البكر مات، من البكر الإنسان لبكر البهيمة، وشافهم أن إيد ربنا قوية قادر على كل شيء. يبقى بدل ما حلبه يتحرك تلاقي الشيطان أعمى عينه، يوم يطلع بجيشه ويطلع ويقول لك اجيبهم تاني اللي بيخدمونا، سيب العبيد يخدمون، سيب العبيد ازاي، لازم يجيبهم تاني يخدمونا. رغم كل الضربات اللي شافها وكانت النتيجه هلك بجيشه. والمشكله كتير جدا، كتير جدا من الناس بتشوف قوه ربنا، بتشوف المعجزات، بتشوف عمل النعمه، وتغمض عينها. الشيطان بيعمي اذهان هذا العالم، عالم هذا الدهر، الشيطان بيعمي أعينهم عشان ما يشوفوش قوة الله ويأمنوا. مشكلة. عشان خاطر كده المفروض الإنسان بيكون فيه استجابة، استجابة عشان خاطر ما تضحش الأبدية منك. هو إيه اللي يعمله ربنا عشان الناس تآمن والناس قلوبها تتحرك والناس تصدق وتشوف إنجيل المسيح؟ عشان معلمنا إنجيل المسيح هو نور للعالم. إنجيل المسيح، إنجيل الرب يسوع له المجد، هو نور للعالم. ولكن فيه ناس بتسمح للشيطان بإرادتها أن هو يعمي عينيها وتغمض عينها عن النور، عشان في الآخر للأسف هياخدهم معاه في جهنم وهم مش دارين. ويا ناس تظن أنها صح وهي أمام الله خاطئة، يا ناس تظن أنهم صح وأنهم أمام الله خطأ ومش عارفين. ويمكن أقرب مثل هو بولس الرسول. بولس الرسول لما رجم الشهيد استفانوس، اشترك في رجمه وحار الثياب اللي رجمه الشهيد استفانوس، وكان واخد رسائل من رؤساء كهنة اليهود في أورشليم لغاية دمشق علشان خاطر يجيب المسيحيين موثوقين متكتفين يتحكموا في أورشليم. هل كان يظن أنه خطأ؟ أبدا، ده كان بيظن أنه هو صح وحافظ للناموس وعلى حسب الشريعة اليهودية الأضيق كان فريسيا. ونلاحظ كانش مصور ان هو غلط، ما اكتشفش الغلط اللي بعد الرب يسوع له المجد، ما ظهر له وشاف النعمة وعرف الفارق، عرف الفارق بين نعمة المسيح واللي كان عايش فيه. في اللحظة دي عرف انه كان غلط، هو كان غلط. هو لدرجة قال عن نفسه: انا الذي اضطهدت كنيسة الله بإفراط وفعلت هذا بجهل. بجهل. مشكلة، ناس كتيرة تظن أنها صح وهي للأسف الكفة الغلط ومش دارية. لدرجة صدقوني أنا لما روحت القدس في أول الصيام الميلاد لقيت اليهود المتشددين هناك بيقولهم إحنا شعب الله المختار، وإن إحنا موسى كلمه الرب، وإن إحنا بس اللي مؤمنين وموحدين بالله وحنخش الجنة وبقى الناس أمم كفرة هتخش جهنم. لغاية دلوقتي احنا الوحيدين اللي في العالم مؤمنين وموحدين بالله والدنيا كلها كافرة. اليهود بيقولوا الكلام ده شفته قدام عيني في اورشليم لغاية دلوقتي. وتيجي تقول له طيب ما اتعصتش من الهيكل المحروق بقاله 2000 سنة وما فيش ذبايح بتقدم، وموسى النبي قايل كده في سفر اللاويين اذا اخطأ الانسان او سهى في شيء مما نهى الله عنه بيجيب الزبيحة ويتكئ على رأس الزبيحة، يضع يده بالأرض ويتكئ بقوة ويقول أخطأت إليك يا يهوى اسم الله في كذا وكذا وكذا، ويقبل هذه الزبيحة فدي عني. طب أنتوا فين والكلام ده فين دلوقتي؟ فين الزبيحة اللي بتقدم من 2000 سنة؟ هدم الهيكل لما دار 2000 سنة ما يفكركوش بحاجة خالص. ده الهيكل لما اتهدم أيام سبي بابل 70 سنة، سبي بابل كان 70 سنة ورجعت بنى تاني، رجعت بنى تاني الهيكل ونزل طار من السماء وأكلت الذبيحة. طب دلوقتي بقاله 2000 سنة مش أمر مرفت للنظر؟
متصورين المسيح هيجي يملك ملك أرض إلى الآن؟ مش ممكن. كلمة الله هتملك ملك أرض فاسد. ملك المسيح ملك سماوي لا يفنى، ليس فيه فساد، ملك أبدي، ما فيش حاجة على الأرض أبدية أبدا، كل اللي على الأرض فاني. إزاي هيملك ملك إلى الأبد وعلى الأرض؟ ما يتفقش. ما فيش حاجة على الأرض هيسمها إلى الأبد على الأرض، الأرض كل ما عليها فاني. فلو ملك على ملك أرض فاسد فاني، إزاي يكون كده؟ إزاي هو يملك مملكة سماوية روحانية في السماء، ملكا على أرواح إلى الأبد، أرواح الأبرار والقديسين، ملك الملوك ورب الأرباب. إنه ما ينفعش يملك ملك فاني على الأرض، ما فيش حاجة بتدوم. وانت عارفين المسيح هيملك إلى الأبد، هيملك على بيت يعقوب إلى الأبد. يبقى ازاي على الابد الى الابد وازاي على الارض؟ تركبش. ولغايه دلوقتي صدقوني الناس بتشوف يمكن ربنا له المجد عامل القبر بتاع المسيح يفج نور كل يوم سبت، نور كل سنه مره على مدار 2000 سنه اهوت، كل سنه يفج النور. ليه بيدي علامه؟ لان القبر بيرمز للظلمه، والوحيد اللي قادر يفجر ظلمة القبر نور هو الرب يسوع له المجد. وكل واحد فينا هيخش القبر، وكل واحد هيشوف ظلمة القبر. لو انت عاوز تحول ظلمة القبر بتاعتك لنور، يبقى امشي ورا المسيح، بيديك علامة اهو. الوحيد في الكون اللي قادر يفجر ظلمة القبر نور هو المسيح. كلنا هندوق الظلمة، ظلمة القبر هندوقها. يبقى الوحيد الممكن، المحيد اللي يغيرك من ظلمة القبر لنور معرفة الله الحقيقي هو المسيح بس. هو ده الوحيد اللي قبره بيفجر نور عشان علامة للعالم كله. ده الوحيد اللي قدر يفجر ظلمة القبر بتاعتك نور هو المسيح. خلاف ذلك هتتقل من ظلمة القبر لظلمة الجحيم. إنما اللي ماشيين أتباع المسيح اللي هم إنجيل، الإنجيل أنار لهم الحياة، هيتنقلوا من ظلمة القبر لنور المسيح في السماء بس. فيش غير كده، ده بيعلمه لكم درس. درس، يا هتتنقل من ظلمة القبر لنور المسيح، يا هتتنقل من ظلمة القبر لظلمة الجحيم. وانت حر، والنور بينور كل سنة قدام الكل. بس عشان خاطر للأسف إله هذا الظهر أعمى عيون غير المؤمنين، غير المؤمنين بفداء المسيح، بلاهوت المسيح، بقيامة المسيح، بخلاص المسيح. مش مجرد الإيمان بالمسيح هو إيمان كلامه بس، عمره ما كان كلامه بس، ده فيه جزء عقيدي وجزء عملي. تطبق كلامه وفي نفس الوقت فيه معمودية، تبقى ابن لله بالمعبودية، مولود بالروح القدس، بتكون هيكل مقدس للرب الميرون، هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، تتحد بجسد المسيح ودم الذبيحة الكفارية عشان ياخدك إليك الفردوس. وأنا قلت لكم قبل كده أن الرب يسوع له المجد هو الوحيد في الكون كله الذي يحمل الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في أن واحد. ليه؟ الطبيعة الإلهية وهي كلمة الله لم تنفصل قط عن الله، والطبيعة البشرية الجسد والدم إحنا بنتحد به في سر التناول. يبقى إحنا بنتحد بالجسد والدم في سر التناول، وهو كلمة الله متحدة بالله لم تنفصل قط عن الله، فيوصلنا لله. عشان هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق اللي حيوصلك لله. احنا نتحد ببشريته وهو متحد بمجد الله، لو كلمة الله يوصلنا لله. خلاف ذلك لما الروح بتسيب الجسد، الشيطان كان في الأصل ملاك وسقط بقوة ملاك، فالنفس تسيب بشرية تسيب الجسد، يخطف الشيطان لجهنم. في حالة اتحادها بالمسيح يلاقي المسيح في وشه ما قدرش يقرب، يتحرق ما قدرش يقرب. فعشان خاطر كده بيبقى مكان انتظار للأبرار في الفردوس، ومكان انتظار الأشرار في الهاوية والموت لساعة يوم القيامة. بقى كل واحد هيشوف عمله قدام عينيه، بقى كل واحد هيشوف بقى عمله قدام عينيه عشان يعرف ان الله عادل، ويعرف ان هو لو دخل مكافأة يعرف ربنا مكافئه على قد تعبه القليل اللي عمله. ولو إنسان دخل في العذاب هيبقى عارف إن هو اللي غمض عينه، غمض عينه عن قوة الله، هو اللي غمض عينه واخطى نفس هذا الطريق، وهو اللي أخطأ في حق الله. فيه بقى
كتاب سك خطايا كل إنسان موجود قدام منه. عشان خاطر كده بيتكلم النهاردة في الآية يقول ولكن إن كان إنجيلنا مكتوم فإنما هو مكتوم في الهالكين الذي فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهانهم أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم نارة إنجيل مجد المسيح. مشكلة أن قلت لكم ناس بتشوف قوة الله ما بتأمنش بتغمض عينها، ومن قديم الأزل هو دي فكرة الشيطان، زي ما حصل مع فرعون وشاف الضربات وبرضه ما أمنش لغاية ما هلك بجيشه. ناس كتيرة بتعمل كده، ناس كتيرة بتعمل كده، وياما الشهداء بتوعنا حصل معهم معجزات، ياما الشهداء بتوعنا حصل معهم معجزات، وفي ناس بتآمن طبعا، وفي ناس بتستمر في عنادها وتستمر في اضطهادها للمسيحيين برضه. ياما حصل معجزات مع الشهداء. وعشان خاطر كده إلى هذا الدهر أعمى أذهانهم. والله حزا صدقوني من أيام السيد مسيح المجد ما كان موجود على الأرض، يعني مثلا لما جه في إقامة لما خلق للمولود أعمى عينين من طين، المولود أعمى يقول لهم لم يسمع منذ الدهر أن أحد فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر يفعل شيء. إزاي هو إنسان خاطي ويفتح عيني واحد أعمى وما حصلتش منذ الدهر؟ كانت النتيجة يقولوا له بجملتك أنت ولدت في الخطايا وأنت تعلمنا وأخرجوه خارجا. فلما علم الرب يسوع أنهم أخرجوه خارجا قال له كده أتؤمن بابن الله؟ فقال أؤمن يا سيد. من هو يا سيد أؤمن به؟ فقال الذي يكلمك هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له. فالرب يسوع المسيح قال لدينونة أتيت أنا إلى العالم، يفتح العميان ويعمى الذين يبصرون. فقوم قالوا له لعلنا نحن أيضا عميان. قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تكون نبصر فخطياتكم باقية. يعني إيه؟ قال لكم شفت المعجزة والراجل نفسه شهد إن ما حصلتش منذ الظهر إن حد فتح عيني مولود أعمى، ما حصلتش، ده خلق له من الطين عينين، الطين تحول لعدسة وقرنية وكفون وقنوات دمعية وأوردة وشرايين واتصل بالعصب واتصل بالمخ واتصل بالقلب. بسهولة كده الطين يتحول لحاجة زي كده في لحظات، فيش بشر بيعمل كده. ولكن هم شافوا المعجزة وما أمنوش، عشان كده قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. لو مش عارفين المسيح اللي بيعمل هذه المعجزات ما حدش غيره عملها مش بالكم خطية، انما عارفين ورافضينه، فالنتيجة ايه؟ خطيتكم باقية. ونلاحظها برضه مع المفلوج اللي بقاله 38 سنة رب يسوع له المجد، هو اللي بادر من نفسه قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له يا سيد ليس لي إنسان يلقينا في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما آتي أنزل ينزل قدامي آخر، عاوز بس حد يلقينا في البركة الماء تتحرك. قال له قم احمل سيرك وامشي. ففي الحال خف وحمل سريره ومشى. فاليهود قالوا له إنه سبت ولا يحل لك أن تحمل سريرك في يوم السبت. قال لهم الذي أبرأني قال لي قم احمل سريرك وامشي. فسألوا من هو؟ قال لهم لا أعلم. فوجده يسوع في الهيكل فقال له ها أنت قد برئت، فلا تعد تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فمضى وقال لليهود أن يسوع هو الذي أبرأه في يوم السبت. يعني بعد 38 سنة مش لاقي حد يلقيك في البركة، بعد 38 سنة قاعد مشلول، جه المسيح رب يسوع له المجد بكلمة شفاك، وبعد ما خفيت وقال لك وحذرك لا تقعد تخطئ ليكن لك أشر، حذرك تقوم تيجي انت تاني تروح لليهود وتقول لهم تفتن على المسيح، ده هو اللي خففني يوم السبت، اللي كسر السبت المسيح مش أنا. كانت النتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ حذره واداله النعمة. شوف الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين عن نور المسيح. أهو ده، أهو ده. ونلاحظها برضه في العازر لما قام الموت بعد 4 أيام في القبر، أخته بتقول له كان أنتن،
ده نتن. طب قول ايه؟ قال لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. وبعدين رب يسوع كده العازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، فقال يسوع حلوه ودعوه يذهب. بعد ما قام ولك وكان كثيرون من اليهود يأتون ينظر العازر أقاموها الرب يسوع، وكثير كانوا يؤمنون بالرب يسوع لما بيشوف العازر اللي قام الموت بعد 4 أيام. مشكلة يقول لك إيه؟ فتشاور اليهود أن يقتلوا العازر أيضا. الله، حب سفك الدم. مشكلة، مشكلة. الشيطان بيعمي عينهم ومش بس، لا، ويخليهم يقتلوا في الناس. كارثة. الشيطان هو الشيطان وفكره هو فكره، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. يعني بعد العازر بيقوم 4 أيام عشان اليهود بيشوفوا العازر ويأمنهم يفكروا يقتلوا العازر أيضا. العازر أيضا. طب هو عمل إيه؟ مشكلة، مشكلة يا شيخ. طب موسى النبي اللي أنتم مؤمنين بيعمل كده؟ موسى النبي اللي أنتم مؤمنين بيعمل كده؟ اللي أنتم ماشيين وراه عمل كده؟ في حد عمل كده في تاريخ كله غير الرب يسوع له المجد؟ فحد قوم واحد بنوت بعد 4 أيام في القبر بعد ما تحلل غير الرب يسوع له المجد؟ اللي انتم ماشيين وراه عمل ايه؟ عمل ايه؟ دي المشكلة، دي المشكلة. شيطان الى هذا الظهر اعمى اذهان غير المؤمنين، عشان كده الانجيل مكتوم في الهالكين. عشان بيشوفوا قوة ربنا بيأمنوش، ويا ريت ما يقبلوش بس، لا، ويفكروا يقتلوا الناس كمان اللي امنت. مش ده اللي فكروا فيه؟ لا، فكروا يقتلوا عازر ايضا. مشكله، مشكله ان ناس كتيره قوي بتشوف قوه ربنا مش بتامن. مشكله. عشان خاطر كده زي بقول لكم ان الشيطان بيعمي عيون غير المؤمنين عشان لما يشوفوا قوه ربنا ما يأمنوش ولهم تتحرك. وبعدين نلاحظ سيد المسيح له المجد ادى تلاميذ السلطان عشان يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، عشان لما ينتشر الإيمان المسيحي يبقى الفضل في انتشار الإيمان المسيحي لله وليس للبشر. ورجع التلاميذ يا رب حتى الشياطين تاخد علينا باسمك. قال لا تفرحوا بهذا بل بالحري افرحهم ان اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات. الفرح الحقيقي لما اسمك مكتوب في سفر الحياه. اعطاهم سلطان يستوعب الاشفياء والايات والعجائب. وعلى مدار التاريخ كله، على مدار التاريخ كله هو ادهم السلطان يستوعب الاشفياء والايات والعجائب. هو اللي بيصنع المعجزه وادهم السلطان عشان الناس لما تآمن يبقى الفضل في إيمانها لله وليس للبشر. عشان كده المسيحية لما انتشرت انتشرت صيادين سمك، 12 صياد سمك بوسطة، بوسطة عرفوش يعملوا حاجة. لما جه بطرس شفى الأعرج من بطن أمه اللي بقى 40 سنة بيعرج، مش بيحملوه على باب الهيكل يشحت، بيشحت. طبعا بعد ما خف ودخل معهم الهيكل وقفوا الكل اليهود يتلموا حول بطرس. قال لهم ايه بطرس؟ لماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا فعلنا هذا؟ ان جعلنا هذا يمشي ان اله ابائنا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب مجد فتاه القدوس يسوع. الايمان باسمه هو الذي اعطاه هذه الصحه امامكم جميعا. تفكر احنا بقوتنا؟ لا، ده الايمان باسم المسيح هو اللي شفاه. عشان تأمنهم الوعد ليكم والأولادكم، ليه ترفضوا المسيح؟ عشان كده آمن. في ظرف 3 أيام، في عدة أيام، كان أول مرة في أول عزة عم 3000 نفس، وبعد كده عم بقوا 5000 نفس، شافوا قوة ربنا أمنهم. وعشان كده انتشرت المسيحية في العالم كله عن طريق المعجزات عشان يبقى الفضل في إيماننا لله وليس للبشر. عشان يبقى آمنا عن اقتناع بإرادتنا بقوة الله.
خلاف ذلك للأسف الشيطان بيعمي عين الناس غير المؤمنين اللي الإنجيل بتاعنا مكتوم في داخلهم. إنجيلنا مكتوم في الهالكين، يا هالكين يا هلكم هلكم، لأنهم للأسف غمضوا عينهم عن نور الإنجيل، والنتيجة إهلاك هذا الظهر أعمى أذهانهم فهلكوا، دخلوا معاه فكهنة مع الشيطان فكهنة. شو دايما أقول لكم في الأبدية هم قومين اتنين بس، يا مع الرب يسوع المسيح في الفردوس، مع الشيطان فكهنة، يا بنمشي صح ونساعد الناس تمشي صح يكون الشيطان اللي هيكبر. عشان خاطر كده الرب يسوع له المجد اختار تلاميذ صيادين سمك، وانتشر الإيمان في العالم كله عشان طريق المعجزات اللي كانت بتتم على ايد تلاميذ الرب يسوع له المجد. ونلاحظ احنا عندنا هنا في مصر، في مصر ماري مرقص لما جه اسكندرية حذاء اتقطع، راح لإسكاف اسمه أونيانوس وهو بيخيط له الحذاء، المخرز دخل في ايده فبدأ صلاله خف، وبعد ما خف آمن، وبعد ما آمن بقى هو كمان يصلي عيان، الناس بقت تآمن. فظرف 30 سنة كانت غلبية مصر كلها مسيحية، فرد جاي بطوله وحذاءه مقطوع، نتيجة ايه؟ قوة الله، قوة الله، مفيش بشر، مفيش بشر. عشان خاطر كده اختار تلاميذ صيادين سمك عشان يبقى الفضل في من لله وليس للبشر. عشان خاطر هنا بيتكلم فيه ناس بتشوف المعجزة بتآمن، تشوف قوة الله بتآمن، وفيه ناس إلى هذا الظهر أعمى أذهانها أنها تشوف نور المسيح وتنها مغمضة عينها، تشوف معجزات المسيح تنها مغمضة عينها. والرب يسوع له المجد يقول كده: لو لم أكن عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. لو حد غيري عمل أنا بعمله ده، محدش عمل أعمال المسيح، محدش عمل أعمال المسيح. عشان خاطر كده عارفين ومش مأمنين فخطياتهم باقية. والإيمان زي ما قلت ما ينفعش إيمان بالكلام، إيمان بالكلام ده غير مقبول أمام الله على الإطلاق. ده لازم الإيمان جزء عقيدي وجزء عملي. الجزء العقيدي إنك هتتعمد، بدل ما تبقى مولود من شهوات الجسد والعلاقة الزوجية هتبقى مولود من الماء والروح القدس، وتندهن بالميرون تبقى هيكل مقدس للرب، أنت هيكل، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، تتحد بجسد المسيح ودمه عشان ينصرك على الشيطان ويغفر لك خطيتك وياخدك معاه الفردوس واسمك في سفر الحياة. ده جزء عقيدي وجزء عملي، لازم تسمع الكلام اللي قاله. وأول حاجة أنك تقابل الشر بالخير، أن كل تعليم المسيحية في نقطتين اتنين تعرفهم كويس قوي، أساس التعليم والتشريع المسيحي. أول نقطة هي مقابلة الشر بالخير. يعني إيه؟ يعني أنت كتاب على الحب أعداءكم، باركوا لعنيكم، احصروا بغضيكم، صلوا لأجل الذين يسؤوا لكم ويطردونكم. لأن المعاملات البشرية ثلاث أقسام، في قسم مقابلة الشر بالشر والخير بالخير بيسموه الفطرة، وده الكتاب قال عنه: إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، فالعشرين والخطايا يفعلون هكذا. مالكش أجر لما تحب اللي يحبك تكره اللي يكرهك، كل الناس بتعمل بفطرة كده، محتاجة وصية سماوية إنك تحب اللي يحبك تكره اللي يكرهك، مش محتاج الفطرة، مش محتاجة وصية سماوية، بالفطرة بتعملها. وفيه تاني عمل شيطان يقابل الخير بشر، كان في الأصل ملاك وقبل نعمة ربنا بالجحود، بيسموه في المثل الشعب يعض إيده تتبدله، ده اسمه عمل شيطاني. إنما تعليم المسيحية العكس بقى، تقابل الشر بالخير، مبدأ في التعليم المسيحي وتشريع المسيح: حب أعداءكم، باركوا عنيكم، عصروا بغضيكم، قدم الخير وانتظر مكافأة من الرب. تنظر للشيطان ضحية، تنظر للإنسان المسكين ضحية للشيطان، اعطف عليه ساعده، إذا جاء عدوك فطعمه، وانعطش فاسقيه. كتاب قال كده، الإنجيل قال كده، إذا جاء عدوك فطعمه، وانعطش فاسقيه. قابل الشر بالخير، ده مبدأ أساسي. ومبدأ أساسي تاني أنك تمنع أسباب الخطية، متحش في الخطية. الكتاب يقول لك: سمعتكم لا تزني، يقول لك لا تنظر لما تشتهيها، مش ما تزنيش وبس، لا ما تبصش بصة شريرة. سمعتكم لكم لا تقتل، يقول لك ما تقتلش وبس، لا ده ما تغضبش على أخيك باطلا،
الغضب يقود للقتل، لا ما تغضبش. مبدأين أساسيين في التعليم المسيحية أنك تقابل الشر بالخير، والمبدأ الثاني تمنع أسباب الخطية ما تقعش في الخطية. دي التعليم المسيحي. يبقى اللي آمن بالمسيح ولا أنا مؤمن بالمسيح، يبقى ما كانش فيه معمودية وميرون وتناول وعمل روح القدس في الكنيسة، وما كانش فيه المبدئين دول في التعليم، يبقى بيضحك على نفسه. لا يؤمن بالمسيح ولا يعرف المسيح، هيجي المسيح في الاخر يقول انا بريء منك. ده غير لازم في ايمان بالفداء، ايمان بالخلاص، ايمان بالقيامه اللي قامها وانتصر على الموت في ادم الاول، يموت الجميع في المسيح سيحيا الجميع. شنو في ايمان؟ شنو في ايمان؟ عشان خاطر كده كتير للاسف عارفين ان ما حدش عمل معجزات المسيح في التاريخ كله، وما حدش حياته زي حياه الرب يسوع المجد في التاريخ كله، وما حدش تعاليمه زي تعاليم الرب يسوع المجد في التاريخ كله، ورغم ذلك مغمضين عينهم عن مغمض. طب اللي انتم ماشيين وراه عمل ايه؟ اضطريتم نهايته ايه؟ نهايته ايه؟ مشكله ان زي ما حصل مع اليهود زمان، يقول لك كان يظن هم شعب الله المختار، لغايه دلوقتي صدقوني يظنون شعب الله المختار، وللأسف عشان ما شافوش نور المسيح، ما دقوش نور المسيح، يظن هم صح. والشيطان بيعمي عين أذهان غير المؤمنين، عشان كده الإنجيل مكتوم في الهالكين. الكتاب بيقول كده، إنجيل مكتوم في الهالكين، اللي بيشوفوا قوة الله ما بيأمنوش. عشان خاطر كده احنا كل اللي بندور عليه ان احنا عاوزين احنا ما نخليش الانجيل مكتوم فينا، لا نسمع ونعمل، نعمل نقدم التوبة، نمشي صح، نحافظ على الوصية، نمنع اسباب الخطر ما احشف الخطية، نقابل الشر بالخير، نعيش كما يحق الانجيل المسيح يعلمنا إن لم تتوبوا فجمعكم كذلك تهلكون. لا نقدم التوبة، نمشي صح، يبقى الإنجيل معلن فينا مش مكتوم. معلن فينا يروا أعمالكم الحسنة موجودة أباكم الذي في السماوات. هم دول اللي ربنا عاوزه مننا إحنا دلوقتي، ده ربنا عاوزه مننا، يروا أعمالكم الحسنة موجودة أباكم في السماوات. أعمالك تشهد لإيمانك، تقابل الشر بالخير، تمنع أسباب الخطر ما تقعش في الخطية، تعيش الوسائط الروحية من أول مرة كل أسبوع حسب الوصية، أتناول أصون نفسي، الصيام الكبير داخل ما بيرجعش تاني، الصيام اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، ما ضيعش منه ولا يوم ولا ساعة، وربنا مش حاسبني، ربنا مش حاسبني، ده بالعكس زي بقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره، كأس ماء بارد لا يضيع أجره، تكنز لك كنز في السماء، اكليل مجد، اكليل مجد. يا ريت كلنا ناخد خطوه لقدام، ان احنا ما نرجعش لورا، لما نقدم التوبه ما نرجعش لورا، ونكون نعيش الانجيل حي جوانا مش مكتوم، نعيش الانجيل ونعيش كما يحق الانجيل المسيح. الرب يعطينا كل نعمه ان احنا نعيش كما يحق الانجيل المسيح، له كل مجد وكرامه للابد الابدين، امين.